تعادل بطعم الهزيمة، ذلك الذي عاد به شباب بلوزداد بعدما كان قريبا من خطف النقاط الثلاث من باتنا أمام جمعية عين مليلة. لو استغل أشبال عمراني الفرص التي أتيحت لهم، تعادل جعل أبناء العقيبة يواصلون أسفهم المنفرد في أسفل الترتيب ب11 نقطة، وبفارق من النقاط اتسع إلى 6 مع الثاني المهددين بالسقوط دفاع تجنانت الذي في رصيده 17 نقطة. مين اللي 50% حبطنا؟ إنسان ما يكذبش على روحه. خاصة في لونتون بها اللي دانيال زاني سي بي قابل بريكولاج. كل عام أنا نسلكو شغل هكذا غير نسلكو واحد يرمينا الحبيلة نعاود نشدو روحنا. وإنسان ما يكذبش على روحه، ما كاين والو ما كاين والو. وبقدر ما كان التعادل مرا وصعب تجرعه، بقدر ما سيكون دافعا لزملاء سلمي للتدارك مستقبلا، حتى يبقي على تواجده بين كبار الرابطة الأولى، خاصة وأنه هدف شركة مدار التي باستلامها مفاتيح الفريق خرج من ضائقته المالية. وتجسد ذلك في استقدام عمراني لتولي زمام العارضة الفنية، كما أن رفع التحدي بدأت بوادره تلوح في الأفق. كيف لا والشباب ضمن تأهله للدور الثمن النهائي. لا نحن ماذا بينا نحن ما نحطوش ان شاء الله، بربي ان شاء الله خير ان شاء الله. انا شباب بلوزداد ما يسقطش باذن الله، ما انا مأمن بلا ب 100% بلي ما نسقطو. انا ميساج الكوتش قول له شيخ قول له ربي يوفقك ان شاء الله تسلك ليكيب. عندهم روتور شباب مع المدرب عنده اكسبيريونس، ان شاء الله ما يهبطوش. لا مقعدين كفايه هبطوا، لا هبطوا سير بي خلاص البالون خو. لازم اوبليجي دوكا تيك لي ماتش اللي قعدوا لهم قريب كاع فينال، لازم مين با ماتشين ما كاشيتو على الدوميسيل. سير بفريق كبير يا مين المو انت تيماجيني عرس بلا لحم الحلو. جا اي ايماجيني كاش عرس ما فيهش لحم الحلو جامي. بريمير ديفيزيون بلا سير بي بالفقراء دوك ما هبطناش. شريك الله يبارك وعلق يعرف علق يخدم انسان تاع خدمه. سي جا قال لك يا اخي نقا غير سي الارول بي. والأكيد أن مهمة الشباب في ضمان البقاء هذا الموسم صعبة لكنها ليست مستحيلة، وكل المباريات المتبقية بمثابة نهائيات، كما أن الخطأ ممنوع ب20 أوت.